اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، بلادي اضربنا. يا للعار 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 يا يعتبر من حسين مبارك والبراطق حقه ويعتبر من زين العابدين وصار مصيرهم. اليمن مش بحاجة إلى عنف، اليمن بحاجة إلى تغيير سلمي. فمن يريد أن يعبر عن رأيه فليتخذ فليلتزم بالقانون ويقف الترخيص ويحدد المسار ويعبر عن رأيه بالطرق السلمية.